أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله غيرك ولا رب سواك. وأصلي وأسلم على الحبيب سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، المبلغ عنك بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، بأبي هو وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا وترفع بها ذكرنا ومقامنا غدا يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، سيادي للياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مرة أخرى بوجودي معكم في هذا البرنامج، بلقائي معكم في برنامجكم هذا يا رب، برنامج اللي كان ذكروا فيه على الدعاء اللي هو مخ العبادة، الدعاء اللي كيبغينا الله سبحانه وتعالى نتوجه به، ليه نتوجه ليه بهذا الدعاء، أليس هو القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. الدعاء واحد الحالة كيعيشها الإنسان يوميا كل وقت، كل ما حس بالحاجة سواء في حالة الفرح أو في حالة القرح، لأن القلب معلق بالله، هذه حال المؤمن. اليوم غادي نوقفوا مع واحد الدعاء جاء في القرآن الكريم، خبر به الحق سبحانه وتعالى، وهو دعاء قالوه الأنصار. وما أدراك ما الأنصار؟ الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوه وأقاموا دولة الإسلام على أرض يثرب التي أصبحت تعرف بالمدينة المنورة. هذا الدعاء شنو هو؟ كيقول سيدي مولاي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعود، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الدعاء جاء في السياق ديال الكلام على المهاجرين والأنصار. كيقول سيدي مولاي في القرآن الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هؤلاء الذين سبقوا، هؤلاء الذين يعني هادو هما الساس اللي تبنت عليه الأمة، الأمة الأساسلة هما ديك الجيل الفريد اللي نشأ في مكة وتربى فيها مدة 13 عام وداز عليهم الامتحان، داز عليهم الأذى، ثم هاجروا إلى المدينة وخلوا كل شيء. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، باغي الفضل ديال الله والرضوان ديال الله تبارك وتعالى. شو القصد ديالهم من هادشي كله؟ سمحوا في الأموال ديالهم، سمحوا في بلادهم، الوطن سمحوا فيه، ماشي ما باغينوش، ولكن لما لأنه ما الحياة صبحت ضنك وغادي يرجعوا له من بعد. إذن أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني ماشي لخاطرهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، باغين الفضل ديال الله والرضوان ديال الله، وينصرون الله ورسوله، نصرة لله ولرسول الله ولهذا المشروع الكبير اللي هو أمة الإسلام ودولة الإسلام، الدولة ديال الحق وديال العدل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفضل العظيم وذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفضل العظيم هو ذلك الفوز فاز وربح إذن أولئك هم الفائزون والذين إذن هذو المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الساكنين في المدينة واستقبلوا المهاجرين هذو الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا كيعطيهم وما كيضرهمش الخاطر ديالهم ثم لا يجدون حاجة في صدورهم ما كيبقاش فيهم الحال لأن المقام ديال المهاجرين أعلى المقام ديال المهاجرين أعلى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كيعطيو واخا يكونوا فقراء ما عندهمش كيعطيو لخوتهم كيعطيو للمحتاجين كاين في آية أخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الإنفاق في سبيل الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون الشح البخل هذوك الناس ما كانوش متصفين به استقبلوا المهاجرين قسموا معهم الأموال ديالهم احتضنوهم مكنوهم أنهم يعيشوا معهم في البلاد وهذوك المهاجرين ما كانوش حتى هما ناس متلهفين على الدنيا كان فيهم اللي مشى خرج خدم كاين اللي خدا داكشي اللي تعطالو عاود وطور داكشي اللي تعطالو وكاين اللي بقى على الحاله ديالو الفقر هم اهل الصفه اللي كانوا عايشين في المسجد النبوي اذا هؤلاء اولئك هم الفائزون وهادو هم المفلحون والفوز والفلاح هذا علاش كيقلب الانسان كيقلب على الفوز العظيم الجنه والفلاح أيضا الجنة قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أولئك هم والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إذن الفوز هذوك واحد المقام والفلاح وكلهم الجنة بإذن الله تبارك وتعالى والمقام الكبير لأن هادو هما باش تبنت الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية والذين جاءوا من بعدهم أي سواء الذين حضروا بعد الهجرة أو بعد فتح مكة أو الذين جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إخواني كاع اللي جا مراسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى أن يطلعوا الأرض ومن عليها سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الإخوان ديالو قال وددت لو رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي المهاجرون الأنصار الصحابة دي سيد النبي مقام الصحبة إيوا واللي غيجوا من بعد الإخوان وددت لو رأيت إخواني هؤلاء كيدعوا توما تيدعوا تيقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الأنصار كيقولوها على المهاجرين والتابعين كيقولوها على 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 على, 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 على الصحابه وتابعي التابعين كيقولوها على التابعين وهكذا وحنا كنقولوا على اللي سبقونا على اللي سبقونا من المؤمنين حتى العهد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا اغفر لنا الذنوب ديالنا ولاخواننا ما نساوهمش الذين سبقونا بالايمان ديما المؤمن كيحس بالانتماء الأمة وكيعتز بهذا الانتماء الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي استجابت للدعوة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يا ربي اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآن نحن عايشين
يا ربي عمر القلوب ديالنا بالمحبة للمؤمنين، كل المؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمحبة للناس جميعا الخير باش يدخلوا في الإسلام ويهديهم الله الصلاح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل هو ديك الكراهية والحقد، هو ديك المرض اللي كيكون في القلب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أنت رؤوف وأنت رحيم بالعباد. نعود نقرأ هذا الدعاء اللي سيد ربي سبحانه وتعالى خبرنا بأن الأنصار كيقولوا على المهاجرين والتابعين كيقولوا على الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هالدعاء نقولوه في كل وقت وحين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.